مساء الخير، برحب فيكم أعزائي المشاهدين بلقاء جديد من قضايا. إذا كانت الدولة اللبنانية عاجزة عن الإفادة من الطاقات اللبنانية، هل تحسن يوما الإفادة من الطاقات الاغترابية على الأقل؟ في الحقيقة مساحة الجغرافيا اللبنانية 10452 كيلومتر مربع، لكن في الواقع الانتشار اللبناني يغطي كل العالم، وهذه الطاقات الاغترابية هي التي ساهمت في بقاء الوطن، خاصة حين نعلم أن تحويلات المغتربين تناهز سنويا 8 مليار دولار، وهم لم يبخلوا يوما على لبنان بالغالي والنفيس لرفع اسمه ونهضته. وحين نتحدث عن الاغتراب لا بد وأن نتوقف عند عطاءات الشعب اللبناني في أستراليا، هذا الشعب الذي حمل معه إبداعه وأشرق في القارة البعيدة كالكواكب والنجوم. معنا الليلة الدكتور مايكل خير الله، مؤسس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا ومسؤول قسم في وزارة العدل، لنتحدث معه عن المهمة التي يقوم فيها بها في لبنان. أهلا وسهلا دكتور مايكل. أهلا فيك استاذ نبيل. فينا أول شيء هيك نتعرف عن مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا، شو هو؟ مجلس الجالية اللبنانية تأسس من شيء 11 سنة يعني، وإجا تأسيسه بعد أحداث كرونولا. كل الناس يمكن اللي عايشين بأستراليا بيعرفوا شو صار بكرونولا من شيء 11 سنة. تم الاعتداء على شاب لبناني هو صديقته هناك، صار في ردة فعل سيئة جدا من بعض الشباب اللبنانيين اللي أدت إلى تكسير سيارات وأعمال شغب بهيدي المنطقة بالذات. فهيدي الحادثة ضجت فيها الدنيا يعني. فنتيجة الحادثة اللي صارت بسيدني تم التداعي بملبن لتأسيس مجلس للجالية اللبنانية لحتى نمنع تكرار ما حصل بكرونولا بسيدني بالتحديد. وهذا كان الهدف الأساسي منه، أنه عدم إعطاء الشباب فرصة للانخراط بأعمال غير شرعية أو للقيام بأعمال شغب أو للانخراط بسرقات أو مخدرات، ولا إعطاء وجه إيجابي عن الجالية اللبنانية بإستراليا. فهذا كان الهدف الأساسي من تأسيس المجلس. شو قديه كان تقريبا عدد المؤسسين؟ نحن كنا بالبداية كنا شي 8 تقريبا، كل من أصحاب الاختصاصات يعني، كلهم دكاترة ومحامين وأشخاص بيشتغلوا بالحقل العام يعني، وكانوا فعلا مندفعين وكتير مهتمين بهالمجلس هيدا. وفي أسماء فعلا إذا بتطلع على الناس اللي أسسوا مجلس الجالية اللبنانية كلهم صار عندهم مراكز كتير مهمة بإستراليا يعني. إذا بدي أذكرك بعض الأسماء، عندك مثلا الدكتورة كاثي صوفان، هي أحد أهم دكاترة القلب بميلبون، هي كانت أحد المؤسسين بهذا المجلس. مثلا كان في هويدا أيوب كمان محامية بميلبون وحاصلة على إجازة بالمحاماة وعم تعمل دكتوراه هلأ وكتير ناشطة في العمل الاجتماعي. مثلا في أشخاص مثل الدكتور محمد ديراني هو أحد أهم أطباء العيون يعني، عنده 25 طبيب بيشرف عليهم هو، وبيقوم ببحوث عن مرض العيون يعني. في أسماء، في يعني وجوه اجتماعية بتوحي بالسعة، كلها وجوه اجتماعية يعني، كلها الأستاذ كريم نورة يعني، أنه في أسماء كتير مهمة بإستراليا انضموا لهالمجلس هيدا، وأسسنا هيدا المجلس لحتى فعلا نعطي صورة تختلف عن الصورة اللي عندهم إياها الأسترال بشكل عام يعني، عن اللبنانيين أنه هن بيعانوا مشاكل إرهاب مخدرات سرقات إلى آخره. فحاولنا نرجين أنه لا، اللبنانيين في وجه آخر من اللبنانيين، واللي عم بيقوم بمشاكل نسبتهم كتير ضئيلة، فالوجه الثاني هو موجود، وحبينا نرجي هذا الوجه يعني. وكان في بعض الوجوه الإعلامية كمان مثل السيدة إيمان ريمان، هذه وجه إعلامي كتير معروف في أستراليا. فإدارة الأشخاص اللي انخرطوا بالمجلس كان لهم دور كتير كبير بإعطاء صورة حلوة عن اللبنانيين بعدة نشاطات اللي هلأ حنذكرها بعد شوي. بتنسقوا أنتم مع المجلس في مجلس الجالية اللبناني بسيدني، وفي جمعيات وأندي وكذا، وفي جمعيات طبعا بميلبون كمان. عندكم تنسيق مع هالمجالس مع هالجمعيات؟ نحن بميلبون بشكل أساسي بننسق مع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الإسترالية برئاسة الصديق فادي الزوئي. في عنا نحن
بيسموه ميموراندوم اوف اندرستاندينج معهم يعني، فبنعمل نشاطات مشتركه مع غرفه التجاره والصناعه واللي هي فيها اعضاء كثير داعمين لمجلس الجاليه اللبنانيه، واللي منهم كمان رجل الاعمال معروف في استراليا الصديق علي خضر. فهذه الغرفه نحن نتعاون نحن يوم بنشاطات كثيره بالسابق يعني، وهلا حاليا عم نتعاون نحن يوم بالمؤتمر الديني اللي حيعقد في لبنان واللي حنحكي عنه هلا بفتره قادمه. طبعا بندعي الجاليات الجمعيات الاخرى اللبنانيه الموجوده بفيكتوريا، بندعيهم لنشاطاتنا ومنخبرهم شو عم بيصير. بنعمل نحن نشاطات ميديا ريليسز يعني بيانات صحفيه في اي حادثه بتصير بملبورن، وخاصة كل شيء له علاقة بقضايا الإرهاب أو المشاكل بالطالة الجالية اللبنانية، نحن نكون سباقين لحتى نندد بأي عمل بضر بسمعة الجالية اللبنانية، ونحاول قد ما فينا يعني نكتب للإعلام الإسترالي لحتى نغير هالصورة الموجودة، الصورة النمطية الموجودة عن اللبنانيين بإستراليا. دكتور مايكل، ليه منلاحظ كثافة عدد اللبنانيين بسيدني وليس في فيكتوريا بملبون وولاية فيكتوريا؟ ايه بالضبط، الهجرة اللبنانية بالاساس كان اكتريتها بيجوا على سيدني، يعني عدد الجالي بسيدني يفوق ال 500 الف حسب التقديرات يعني، بينما بملبون بتعدى 300 الف لانه نسبة السكان بسيدني هي اكثر من ملبون. بعدين شو كان يصير قديم بالهجرة؟ مثلا الاشخاص اللي هاجروا على استراليا تنفترض انه نزلوا استوطنوا بسيدني، فكانوا ياخذوا كل قرايبينهم على سيدني، وهيك اللي صار يعني الأكثرية راحوا على سيدني بالبداية، فكانوا كلهم يدعوا قرايبينهم ويعملوا لهم طلبات لحتى يجوا على سيدني، وبهالطريقة هذه صار السكان الجالية اللبنانية بسيدني أكثر بكثير موجودين بملبن يعني. بس هلا ملبن يعني بالوقت الحاضر في عملية هجرة لملبن، يعني التقديرات بتقول إنه من هلا ل 2030 إنه ممكن عدد سكان ملبن يزيد عدد سكان سيدني، وهذا بالطبع هيكون في اسم من اللبنانيين ممكن يجوا على سيدني يعني على ملبن، وهذا شيء طبيعي انه سيدني مدينه اكبر من ملبن يعني. فيها مقومات انه تستوعب هالاعداد هيدي؟ ملبن فيها مقومات كثير، ملبن مدينه كثير رائعه يعني وحلوه كثير ومنظمه كثير، وصارت للمره السادسه بيتم اختيارها افضل مدينه للسكن بالعالم. هذا له علاقه مش بالمناخ، اكيد مناخ ملبن مش كثير حلو يعني، بس هذا له علاقة بالخدمات اللي هي خدمات خاصة خدمات الصحية الموجودة بملبن، هي أهم خدمات صحية موجودة بإستراليا، التعليم، الجامعات، الطرقات، يعني كل الانفراستراكشر الأساسية الموجودة بملبن هي تعتبر أهم شيء بإستراليا يعني، فمشان هيك بيتم اختيارها أنه هي المدينة الأفضل. والنوعية السكان اللي عايشين بملبن يعني فيها تعددية ثقافية، ملبورن معروف ان هي العاصمة الثقافية لاستراليا لانه فيها تعددية ثقافية كتير مهمة، فيها اكثر من 170 جالي وسنية مختلفة ما شاء الله، وبيحكوا لغات مختلفة، فما بيصعبك شيء بملبورن يعني انت بحاجة تتاكل، لنفترض اكل فيتنامي موجودين، الاكل الفيتنامي المطعم الفيتنامي، بدك طلياني، بدك تركي، يعني مدينة كتير متنوعة يعني، وهي بخليها تكون مميزة فعلا باستراليا انه هي تكون العاصمة الثقافية لاستراليا يعني، لما فيها من نشاطات ثقافية، وهلا بالوقت الحاضر فيها كمان الاستراليان اوبن التنس يعني، يعني هي المدينة وفيها الجران بري بملبن يعني بيعملوه، ففيها كثير نشاطات ملبن يعني، مشان هيك بتلاقي انه عم بيصير في هجرة لها اكثر يعني، والحياة فيها طبعا ارخص من سيدني يعني. شو عملتوا كمجلس جالية لبنانية لحد هلا؟ من لما يعني 11 سنة مش هينين، لازم تكونوا عملتوا شغلات كثيرة. شو أبرز الأعمال؟ هلا أكيد أنا حأذكر الشغلات الأساسية اللي قمنا فيها يعني، يعني الشغلة الأساسية اللي قمنا فيها صار فد مرة بملبن صار في حرائق يعني، واللي راح ضحيتها حوالي 70 شخص يعني، كانت من أفظع الحرائق اللي بتصير بملبن. نحن مجلس الجالي اللبناني دغري عملنا حملة تبرعات لمساعدة المنكوبين بفيكتوريا يعني، صار في عائلات بالآلاف تهجروا مناطق الحرائق واجوا على مناطق تم إيوائهم يعني، فنحن المجلس دغري عملنا حملة تبرعات يعني، أخذنا شاحنات من الأكل اللبناني والخبز اللبناني وكل شيء له علاقة بالأكل والمعلبات وإلى آخره،
فهذه عملت ردة فعل جدا إيجابية بإستراليا وبفكتوريا بالتحديد، يعني لأنه الحملة اللي عملناها كانت كتير منسقة وكتير ناجحة. نحن كنا كل سنة نعمل كمان حملة تبرعات للتشيلدرن هوسبيتال اللي هي مستشفى الأطفال، اللي بتعتبر من أهم مستشفيات الأطفال بالعالم يعني. فبالجود فرايداي يعني بالجمعة العظيمة بتصير في حملة تبرعات بأستراليا لمساعدة هذه المستشفى، فكنا نحن نعمل حملة تبرعات كمان ضمن الجالية اللبنانية ونجمع مبالغ قيمة يعني نقدمها للمستشفى كل سنة يعني. الشيء الأهم اللي عملناه اللي كلنا بنتذكره وقت صارت حادثة غرق اللبنانيين بالبحر قريب من أندونيسيا، يعني كانوا للأسف رايحين على أستراليا بطريقة غير شرعية وتم استغلالهم بعض التجار البشر يعني، وأخذوهم على أندونيسيا، ومن أندونيسيا ركبوا بمراكب لا تصلح إنه الناس يطلعوا فيها. فغرق حوالي 35 شخص يومتها، في منهم 18 واحد من قرية واحدة بشمال لبنان، من قرية اسمها أبعيت هي بالشمال يعني. للأسف في أحد الأشخاص راحت الأم وسبع أطفال معها يعني. فهذه عملت ضجة كتير كبيرة بأستراليا إنه هذه الفاجعة اللي صارت. نحن كمجلس تم الاتصال فينا يعني، وخاصة من قبل الإعلام الإسترالي، فصرنا ننسق مع الإعلام الإسترالي ومع الحكومة الإسترالية بهذا الموضوع بشكل كتير كبير يعني. وبتذكر يومتها المحطة التلفزيونية الـ ABC اللي هي أهم محطة بإستراليا اتصلت فينا وعملوا برنامج خاص عن هذا الموضوع يعني. مقدمة البرنامج اجوا لعندي على ملبن والتقيت أنا وياهم، وبعد منها راحت على أندونيسيا مقدمة البرنامج وعرفت مين الشخص اللي بعتهم، رجعت اجت على لبنان كمان عرفت مين الأشخاص اللي بعتهم بلبنان وقدمت الأسماء للدولة اللبنانية، وراحت على العراق لأنه الشخص اللي بعتهم كان أصله عراقي موجود بأندونيسيا، كمان جمعت معلومات عن هذا الشخص العراقي. فنحن كمجلس لعبنا دور كتير كبير بهالموضوع هذا، وساعدناهم بإعداد هذا البرنامج اللي قدم تم تقديمه على برنامج الـ ABC اسمه فور كورنر، واللي أخذ ضجة كتير كبيرة بالعالم للمأساة الإنسانية اللي صارت، وهذا كان كله بمساعدة مجلس الجالي يعني. المساء الأخرى اللي عملناها كمان بفيكتوريا كانت هي تقديم شهادات وجوائز تقدير للبنانيين المتفوقين بمجالات متعددة بفيكتوريا لحتى نشجعهم يكونوا مثل لغيرهم يعني. مثلا متفوقين في مجال البزنس، متفوقين بمجال الطب، بمجال الهندسة، بمجالات مختلفة، فكرمناهم وعملنا كتيب عنهم وعطيناه ووزعناه على المدارس لحتى هن يكونوا قدوة لغيرهم انه اللبناني عنده الإمكانية يعمل اللي بده إياه بإستراليا، هذا البلد العظيم اللي بيحترم الأشخاص اللي بيهاجروا لقاله، بيعطيهم فرص أن يتطوروا بكل المجالات. فهذا التكريم كنا عملناه لحتى نرجي خاصة طلاب المدارس أنه في فرص كتير قدامهم بإستراليا إذا بيدرسوا، إذا بيشتغلوا بالبزنس إلى آخره، أفضل ما ينحرفوا للقضايا السيئة الأخرى. كمان من سنتين كرمنا الصحفيات اللي عملوا هذا البرنامج بالقناة التلفزيونية بجريدة سيدني مورنينغ هيرالد يعني هدول بذلوا جهود جبارة. فعملنا حفلة تكريمية لألهم ودعينا الصحفيين الإسترال طبعا والجالية اللبنانية والجاليات الأخرى، وتم تكريمهم ولحتى وتم إعطائهم تيكت لزيارة لبنان لحتى يتعرفوا على لبنان وثقافة لبنان وتاريخه إلى آخره، هذا لحتى نشجعهم أو نشجع صحفيين آخرين أنه كمان يقوموا بنفس العمل ويكتبوا شيء إيجابي عن لبنان، لأنه للأسف الشغلات السيئة بتطلع بالإعلام عن اللبناني أكثر من الشغلات الإيجابية. فبهالمجال هيدا كان عم بيتم تكريمهم يعني. فطبعا في نشاطات كثيره يعني، انا مش يعني ممكن احكي عنها، اكيد نحن ما نبرد نذكرهم كلهم يعني، طبعا ممكن احكي عنها بتفاصيل كثيره، بس هلا ذكرت بعض الشغلات الاساسيه اللي صارت لحد اللي قمنا فيها نحن هونيك. طبعا يعني شو عم تعملوا لتوسيع العلاقه اكثر واكثر بين لبنان المقيم والمغترب يعني، او بين الشعب اللبناني العايش هون والشعب اللبناني الموجود بأستراليا وكمان كدولة مضيفة اللي هي أستراليا؟
تكون واضح معك بهالموضوع. نحن ما كتير متعاطى كنا بالشأن اللبناني الخارجي، يعني نحن كان كل تركيزنا على الأمور الداخلية اللي بتهم الجالية اللبنانية بإستراليا يعني، فكنا عم نحاول نعمل كل شيء إيجابي لإبراز الوجه الجالي اللبناني بإستراليا. على الصعيد اللبناني كنا تركينا للجمعيات التانية، خاصة الجامعة اللبنانية، وفي طبعا الأصلية والسفارة اللبنانية، في غرفة التجارة اللبنانية الإسترالية، فهن كانوا عم بيقوموا بهالدور هذا لتشجيع التجارة بين لبنان وإستراليا. والخطوة كمان اللي عملتها وزارة الخارجية اللبنانية بالمؤتمر الاغترابي عم تساعد كتير، يعني خاصة أشخاص كتير عم بيشاركوا فيه من إستراليا عم بيشاركوا بهالمؤتمر هذا. فنحن ما كنا عم نحاول نفوت بهذا المجال لتعزيز هالعلاقات هذه، كان كل تركيزنا على العلاقات الداخلية بإستراليا يعني. عرفت انه عندكم علاقات مع الجامعات اللبنانيه هون، شو نوع هالعلاقات؟ شو عم تعملوا معهم؟ نحن في كتير جامعات بيطلبوا معلومات عن الجاليه اللبنانيه باستراليا، او بيكونوا عم بيعملوا بحوث او الى اخره، فنحن بنساعدهم. وكانت من شي كم سنه في الان دي يو يعني نوتردام يونيفرسيتي، الدكتور بول تابر كان عم يعمل بحث عن الموضوع الجالية اللبنانية بإستراليا، ونحن ساعدناه كثير بهالمجال هذا، فإجا على ملبورن ونحن قدمنا له كل المساعدات بهالمجال هذا. طبعا نحن أي جامعة بتطلب منا أي معلومات عندنا معلومات كافية ممكن نساعدهم فيها يعني بهالمجال هذا. سمعنا هلا جامعة الجنان يمكن في شي تعاون أنتم وياهم. جامعة الجنان، أنا تم تعييني بجامعة الجنان مسؤول العلاقات الخارجية بالجنان يعني، خاصة فيما يخص إستراليا يعني. جامعة الجنان عندها قسم بيدرسوا فيه اللغة العربية للناطقين باللغة الأجنبية يعني، هذا شغل كتير جديد بالنسبة للبنان يعني. فبيهم مثلا في طلاب كتير بإستراليا، في أقسام متعددة بالجامعات الإسترالية، أقسام الشرق الأوسط اسمها، هني بيدرسوا لغة عربية للطلاب الأجانب ومن بيناتهم اللبنانية يعني. فهدول الطلاب كانوا يروحوا بالأول مثلا على سوريا يعملوا تريننج يعني، يتدربوا على اللغة، يقعدوا شهرين أو ثلاثة، وفي منهم بيروحوا على الأردن ودول أخرى. فهلأ جامعة الجنان عم تحاول تستقطب دول الطلاب يعني، إنه عندها هون عندها مباني ممكن تساعدهم إنه يسكنوا فيها ويتدربوا على اللغة ويسكنوا مع عائلات لبنانية ويتعلموا اللغة يعني. فهذا نوع من العلاقة جديدة هلأ اللي حنكونها بين جامعة الجنان وبعض الجامعات الإسترالية اللي هي بتهتم بهالامور هيدي. الشاب اللبناني بنلاحظ انه بعد تخرجه بيتجه لاوروبا او بيتجه احيانا لامريكا لمتابعه تحصيله الجامعي. هل متابعه التحصيل الجامعي متاح بجامعات استراليا اذا الشباب هون خلصوا العلوم الثانويه وقرروا انه يتابعوا دراستهم الجامعيه هونيك، في سهوله لإلها؟ اكيد، بس طبعا في تكاليف، انه موضوع الكلفه يعني، والحياه باستراليا غاليه يعني، المعيشه باستراليا غاليه. بس طبعا الجامعات الاستراليه يعني، هلا استراليا بتعتمد يعني المدخول الاساسي لاستراليا هو الطلاب بالدرجه الثالثه يعني. فعمليا الجامعات الاستراليه بتعتمد بشكل يعني، اذا فيني اقول لك يمكن 75% عم يعتمدوا على الطلاب الاجانب، ومن الطلاب اللبنانيين للاسف انه صار في صعوبة على الطلاب اللبنانية، لأنه بعض الإحصاءات اللي عملتها الحكومة الإسترالية عن الطلاب اللبنانية اللي راحوا على أستراليا تيدرسوا يعني، قسم كبير منهم ما كفى دراسته للأسف يعني، يعني بقيوا بإستراليا إما عبر زواج أو عبر لجوء أو عبر يعني طرق مختلفة يعني، وما كفوا دراستهم. طبعا هذه أثرت على عملية إعطاء الفيزا للطلاب اللبنانيين، بس هذا ما بيعني انه استراليا بعدها عم تقدم فيز للبنانيين، وفي طلاب عم بيروحوا يدرسوا يعني باستراليا. والجامعات الاستراليه يعني معروف عنها من اهم الجامعات صارت بالعالم يعني بالنسبه لاختصاصات مختلفه. فاكيد انه بعد في مجال بده يدرس باستراليا ممكن يقدم طلب عبر المكاتب الموجوده في لبنان يعني، في مكاتب مختصه بهالمجال هذا بتبعث طلاب على استراليا للدراسه يعني. كل الاختصاصات المتاحة في العالم هي متاحة بأستراليا؟ طبعاً. في تنوع تخصص جامعي يعني؟ بالضبط، أستراليا كتير عندها كل الاختصاصات الموجودة بجامعات العالم يعني،
فما في فرق يعني بين اي جامعه عالميه يعني. فطبعا الطلاب اللي حابين يدرسوا في استراليا اكيد في عندهم فرص انه يروح يدرسوا، خاصه هلا انه الدولار الاسترالي نازل، فعندهم مجال انه يدرسوا ويكفوا اختصاصاتهم في استراليا وبلبنان او بدول الخليج. الشهاده الاستراليه كثير كثير معترف فيها ومرغوب فيها يعني. ليه صعبت استراليا بالمده الاخيره دخول اللبنانيه؟ حتى بقصه جامع الشمل العائلي اللي كان متاح صار فيه شويه صعوبه، شو الاسباب؟ استراليا وزاره الهجره الاستراليه بصعبتها مش بس على اللبنانيين، هلا عم بيحاولوا يخففوا من موضوع الهجره بشكل عام يعني. انه في بعض الاصوات باستراليا طلعت، بينما بنلاحظ كندا مثلا عم تفتح بعد مليون بالضبط مهاجر. باستراليا طلعت بعض الاصوات عم بيقولوا انه المهاجرين عم بيسببوا ضائقه اجتماعيه بالنسبه للسكن، بالنسبه للسير، بالنسبه للخدمات الطبيه، يعني عم بيشكلوا عبء على مع انه الاسترالي. هي قاره يعني بالنتيجه. بالضبط، فطلعت بعض الاصوات وهذه عملت ضغط على الحكومه الاستراليه، على الحكومه الحاليه، فعم بيدرسوها جديا انه يخفضوا عدد المهاجرين بشكل كثير كبير يعني. وهذا من ضمن اللبنانيين يعني. هلا بالنسبه للبنانيين عم بيصعبوه عليهم بالضبط، انه بالنسبه للهجره، بالنسبه للزياره حتى او السياحه والى اخره، لانه بيطلعوا باستراليا مثلا بيشوفوا نسبه الزائرين لاستراليا من لبنان، تنفترض 500 شخص مثلا بالسنه، عم بيشوفوا منه انه 200 واحد خالفوا مثلا، هيدي عم بتشكل مشكله للي بدهم يروحوا، انه بسمون هاي ريسك يعني. نعم. انه هني في خطر على وجود على ذهابنا الى استراليا انه يبقوا هني هناك. نعم. فهيدي عم بتخلي الحكومه الاستراليه تصعبها، والسفاره عم تزيدها كمان تعقيد يعني. فمشان هيك يعني انه هيدي لها علاقه باللبنانيين اللي بيزوروا استراليا، انه الواحد مفروض بس يزور استراليا يلتزم بقوانينا يعني، انه عطيه فيزا على 3 اشهر يروح على 3 اشهر ويرجع يعني، هيك بصير في سهوله بعدين انه هو يروح وقت ما بده يعني. هلا بس يخالفه عم بيضر العائله تبعه بالبدايه، وعم بيضر اللبنانيين الاخرين اللي يروح على استراليا، لانه عم تزيد نسبه المخالفين، وهذا عم يضطرهم يغيروا يعقدوا موضوع السفر الى استراليا. بس بعد في فرص كثير يعني، الناس عم بعد عم بتروح، بس طبعا في صعوبات. مقابل هالشيء انتو كلبنانية متحدرين من جذور لبنانية، شو عم تعملوا كمجلس جالية لابراز الوجه الايجابي للبنان؟ نحن مثل ما قلت لك يعني، نحن بنعمل حفلات سنوية بندعي عليها الاسترال، بندعي عليها الجاليات الاثنية الاخرى. في عنا لقاءات دائمة مع الدوائر الحكومية كانت الاسترالية، عملنا لهم بيسموه هناك كروس كالتشر تريننج يعني، عملنا لهم تدريبات على الثقافه والحضاره اللبنانيه والى اخره، لحتى يفهموا كيف يتعاملوا مع اللبنانيين يعني الموجودين باستراليا، ان كان بدائره الهجره او بالضمان الاجتماعي او باي دائره اخرى بتقدم خدمات للبنانيه. فكنا عم ندربهم حول الثقافه اللبنانيه هيدا، وكنا عم نخطط هلا انه نجيب مثلا سياسيين على لبنان، تيجي وفود سياحيه وتجاريه والى اخره. بس الاحداث الاخيره اللي صارت بسوريا والاوضاع الامنيه، كانت الحكومه الاستراليه مانع المسؤولين يجوا على لبنان يعني، خاصه الشرطه يعني. كان في عنا تحضير لزياره كبيره من اعضاء الشرطه الاستراليه وفي نواب كمان، ولكن كان نصيحه الحكومه الاستراليه لقالهم انه لبنان بعده بلد غير امن، ما لازم تروحوا هلا بالوقت الحاضر يعني. بس هيدي طبعا بعدها موجوده، وان شاء الله قريبا نرجع نتابعها يعني. نحن نتوقف اعزائي المشاهدين للحظات ونرجع نتابع معكم مع الدكتور مايكل خير الله. مرحب فيكم أعزائي المشاهدين مجدداً، ومنتابع معكم الجزء الثاني من قضايا. دكتور مايكل، لك 25 سنة بأستراليا، 17 سنة منهم مسؤول قسم بوزارة العدل. شو بتعني لك هالفترة اللي قضيتها هونيك، وشو مسؤولياتك بالتحديد؟
يعني استراليا بلد رائع جدا، يعني بلد الفرص. يعني انه انا تركت لبنان بال92 وهجرت على استراليا، يعني فترة كتير طويلة يعني. فهذه الفترة كانت مثمرة جدا بالنسبة لي، يعني خاصة انه درست هناك بجامعات استراليا وقدرت افهم السيستم الاسترالي، يعني خاصة السيستم التعليمي والى اخره، وشفت قديش في فرص هناك للأشخاص اللي عندهم إمكانية يشتغلوا ويتعلموا. فأستراليا بلد رائع جدا وبيعطي فرص للناس اللي فعلا ببلاده ما قدرت تاخد فرص. يعني انه انا مثلا جيت طلعت من قرية بلبنان اسمها حرار، يعني ضايعة، بلدي نائية جدا، انه فيها هلأ مثلا عشرات الخريجين ما بيقدروا يلاقوا شغل بالوقت الحاضر بلبنان، وإذا لقيوا شغل بدهم يلاقوه عبر السياسة، وهذا شيء كتير مؤسف بلبنان. يعني أنت تتحصل على وظيفة بدك تروح عند السياسي تبعك، بده يكون من نفس الطائفة ومن نفس المذهب ليقدر يوصفك، بينما أنا رحت على أستراليا بتدرس بتخلص شهادتك بتقدم تعمل سي في لإلك بتقدمها، وإذا عندك الكفاءة بتحصل على شغل. وهيك صار معي أنا، يعني إنه درست يعني بالجامعات بتحصل على الأسترالية شغلك بكفاءتك، بالضبط مش بكفاءة، بواسطتك، مش بواسطة، ما في واسطة يعني بأستراليا تقريبا بعكس لبنان قلة فرق، بالضبط، بس عكس لبنان كليا. عكس لبنان كليا. يعني انه هون اذا ما عندك واسطة ما حدا بيوصفك، يعني هذا شيء علني مش انه سري، يعني وهون انه كل بيكون الناس عندك بتعرف واسطة واحيانا كتير بلا كفاءة يعني. بالضبط. فبتلاقي انه باستراليا بتلاقي انه عندك جوب بيعلنوا عنه، اشغال بيعلنوا عنها عبر الانترنت او عبر اي محل تاني، انت بتقدم على الشغل هذا. في شيء اسمه كي سيلكشن كريتيريا، يعني في متطلبات للشغل هذا، انت بتكتب لهم بترد على الكريتيريا هذه، اذا بتجاوب على كل الشغلات عندك الكفاءه بيطلبوك على مقابله، وبالمقابله انت بتثبت حالك بتاخذ الشغل او لا. يعني فيها يعني شفافيه كامله يعني بهالمجال هذا. مشان هيك بتلاقي في ناس وصلوا باستراليا لاعلى المراكز، يعني انه في احد اللبنانيين باستراليا مثلا انه صار هو السي او، يعني المدير التنفيذي لبنك استراليا ناشونال بنك، كان بيخدم معاشه بالسنه 4-5 ملايين دولار، يعني هذا ما كان بيحلم فيه بلبنان لو كان بلبنان. في احد الاصدقاء خليل عيدي ونزيه الاسمر ومارلين كيروزي، ده النواب يمكن لو كانوا بلبنان لانه مش جايين من عائله معينه يمكن ما كان وصلوا. الوزيره مارلين كيروز من اهم الوزراء الموجودين بولايه فيكتوريا مثلا، هي وزيرة العدل حاليا، وزيره الشؤون المستهلك، وزيرة كل شيء له علاقة بالجامبلينج والجايمينج، يعني القمار وإلى آخره، يعني وزير عنده أكثر من وزارة، عنده أكثر من وزارة. يعني كان في الصديق خليل عيدي كان هو ناطق بالبرلمان بفيكتوريا، يعني هو أصله من جبل محسن، يعني مش من عائلة مش معروفة، ده لو كان بلبنان يمكن ما بيقدر يحصل على أي شيء. النائب نزيه الأسمر مثلا، في عندك النائب سيزار ملحم يعني من ضيعة بآخر عكار اسمه ممنع، يعني يقدر يوصل يعمل نايب بأستراليا. فهذه الفرص تعطيها أستراليا للأشخاص المهاجرين، وهذا مش بس على اللبنانية، هذا بينطبع على كل الجاليات اللبنانية الأخرى، بتعطي فرص لكل الناس أنه يوصلوا ويشوفوا هني شو عندهم شيء قدموه للبلد. يعني مشان هيك بلد جدا ناجح، يعني أستراليا عمرها 200 سنة قدرت تنجح بمجالات كثيرة، وخاصة في مجالات البحوث الطبية بمجالات متعددة. هلا أنا أكيد وقت رحت لهونيك قدمت على هذا الشغل إنه حسب الكفاءة بياخذوك، فبتتدرج من ضمن الدائرة، بتتدرج يعني كل فترة أنت بتشوف إذا في شغل تاني بيناسبك وقدر تعمل بتقدم عليه وبتاخذه. فأنا بهالمجال هذا قدرت أوصل لمسؤول قسم بوزارة العدل، اللي هو أهم قسم فيها، اللي هي دائرة شؤون المستهلك اللي بتعنى بكل المشاكل وكل الشكاوات اللي بتيجي على الدائرة. يعني وبقيت فيها 17 سنة وبنات كتير علاقات مهمة بهذا المجال هذا، ومن سنتين تم تكريم، يعني انه من اهم وزارة العدل فيها 7000 موظف، يعني انه انا طلعت موظف السنة، يعني بال2015 كنت موظف العام، يعني تم واو. تكريمي من قبل مدير الدائرة كلها. يعني فتصور قديش في فرص هناك وقديش بيكرموك، وبنفس الوقت انه بيشوفوا عندك اذا عندك انت الكفاءه بالدائره بصير يعطوك مجالات اكثر، يعني
يعني انا مثلا كنت اهتم بالقضايا الجاليات الاثنيه وهالامور هذه، فكان الوزير كنت اعمل له تقارير دائمه عن موضوع الجاليات، يعني الجاليات الاثنيه وكيفيه التعامل مع، فكان اي قضيه كان الوزير بده يرجع لي لالي فيها العلاقه بالجاليات الاثنيه، وخاصه بموضوع السجون والمشاكل اللي بتصير هناك بالجاليات والى اخره، وكان بتسمع لك وبياخد نصيحتك وبيتعامل معك كاي شخص تاني. يعني ففرق كبير بين لبنان واستراليا، يعني خاصه وقت اللي بتشوف بلبنان يعني موضوع السجون هون وقديش في مآسي، يعني فبتطرى علينا انه هذه السجون هي مأساة إنسانية. أي شخص بفوت على السجن هون يعني كان جريمة صغيرة ولا كبيرة بيحطوهم مع بعضهم، فبيطلع الإنسان إذا كان بريء بيطلع من جوا بيطلع مجرم، يعني فإنه يعني ما في مقارنة ردة فعل بالضبط، فما في مقارنة بين نظامين أبدا. يعني للأسف مع لبنان، مع العلم إنه لبنان كان سباق يعني بالستينات والسبعينات بمجال حقوق الإنسان، مجال العدل وإلى آخره، بس للأسف تراجع كتير وبعده عم بيتراجع. يعني بتشوف إنه لبنان بعده عم بيتراجع، ما في أي تقدم يعني للأسف. عم تحضر هوني لمؤتمر ديني، وعرفنا إنه قطعت شوط متقدم بالتحضيرات وبيضم رجال دين من كل الطوائف اللبنانية. صحيح. فيك تخبرنا شوي عن هالمؤتمر شو هو؟ هذا المؤتمر اجى نتيجة البحث اللي عملته، يعني الي تقريبا سنة وثلاث اشهر عم بشتغل على هذا البحث اللي هو له علاقة بالاشخاص اللي اجوا من استراليا والتحقوا بالمنظمات الارهابية بالشرق الاوسط بالتحديد بسوريا يعني، وبعض منهم بالعراق. فكنت عم بحاول اعرف انه ليش هدول الاشخاص تركوا بلد مثل استراليا واجوا على هذه الدول لحتى يحاربوا، يعني وعدد كبير، يعني اعتمادا للشيء نشروه من شي اسبوع على القناة التلفزيونية الاسترالية السابعة، في 220 شخص يعني التحقوا بداعش بالشرق الاوسط هون، يعني اجوا من استراليا والتحقوا فيها، اجوا من استراليا، وفي تم اعتقال يعني اكثر من 35 شخص باستراليا بتهم العلاقة بالارهاب يعني، وللاسف في بيناتهم قسم كتير كبير لبناني. يعني هلا طبعا نتيجة هذا البحث اللي عملته واللقاءات اللي عملته، وخاصة باللقاءات اللي عملتها مع أشخاص موجودين بالسجن كانوا بسوريا عم بيحاربوا، يعني مع بعض الصحفيين الإسترال، عطيوا معلومات كتير مهمة، يعني خاصة الشيء اللي له علاقة بالتنشئة بإستراليا وشو اللي صار معهم ومين اللي حرضهم على إنه يلتحقوا بهالمنظمات هيدي وإلى آخره. كمان عملت بسموها فوكس جروب يعني بطرابلس بشمال لبنان لأشخاص إذا بنسميهم إنه راديكال، يعني إنه هن متعصبين دينيا، يعني إنه عندهم وجهة نظر تختلف عن غيرهم. فعملنا لقاء جلسات. الشيء الممتع بهذا الموضوع، مش إنه ممتع أكيد، بس إنه الشيء اللي بيختلف إنه الأشخاص اللي عم يلتحقوا بالمنظمات الإرهابية بلبنان هن أشخاص معدمين، يعني لا عندهم شغل، ما عندهم فرص عمل، عايشين بمناطق محرومة جدا، يعني ما عندهم اي فرصه لانه يعني ليش؟ ممكن الفقر المدقع هو احد الاسباب، يعني بتقصد بالضبط، يعني بتشوفن او كانوا عم بيعانوا من هن وصغار، يعني يا اما ميت بينه او امهم، يعني عندهم مشاكل نفسيه، عندهم مشاكل عائليه، يعني حاله ياس. فبتجي بتجي هذه المنظمات بتقدم لهم، طبعا بتقدم لهم اغراءات وبتجندهم، يعني بينما باستراليا يختلف الوضع نهائيا. باستراليا الاشخاص اللي اجوا في منهم مثلا في منهم اشخاص كانوا عم يدرسوا بالجامعات، يعني في منهم كان طالب سنه رابعه حقوق يعني مثلا، وفي منهم كان دكاتره، كان دكتور، يعني منهم بحاجه. لا اجوا حسب رايهم، اجوا ان بيعتبروا انه اللي كان عم بيصير بسوريا هو اقامه الخلافه الاسلاميه، انه هذه الخلافه الاسلاميه بتعبرهم عن طموحاتهم، وهن عم بيحلموا باقامه خلافه اسلاميه وهن بدهم يساعدوها. فاجوا على سوريا لقوا شيء يختلف نهائيا، انه الشيء اللي شافوه واللي غسل دماغ اللي عملوه لنا باستراليا، ان كان عبر اليوتيوب او عبر بعض رجال الدين او عبر بعض الفضائيات او الى اخره، اللي شافوه بسوريا يختلف نهائيا، يعني انه ما شافوا هذا، ما له علاقه بالواقع، انه هذا الحلم اللي كانوا عم بيحلموه مش موجود هذا. فتم التغرير فيهم. قسم منهم كانوا عندهم مشاكل باستراليا، اما كانوا على المخدرات او كانوا عندهم مشاكل مع البوليس او كان عندهم مشاكل نفسيه، او في منهم كانوا بالمدارس مثلا تعرضوا لبعض المضايقات هن وصغار، صار عندهم حاله نفسيه، او في منهم عندهم مشاكل عائليه بالبيت والى اخره، فهن قال اضطروا انه اجوا يعبروا عن هذا الواقع اللي عاشوه، اجوا التحقوا بهذه المنظمات.
ففي فرق كبير بين الموجودين بلبنان اللي التحقوا بداعش واللي اجوا من استراليا التحقوا بداعش. فبتلاقي انه فعلا في خلاف كبير، في اختلاف كبير بالاثنين يعني. فهلا نتيجة هذا البحث اللي عملته واللي طبعا حيتقدم للحكومة الاسترالية، التقيت بالقاضي سمير كمال الدين بطرابلس، هو قاضي بالشرع الاسلامي بالمحكمة الشرعية بطرابلس، وحكيت له شو اللي صار يعني بالبحث، يعني شو الاسباب وشو عم بصير باستراليا بالنسبة للموضوع هيدا وللجالية الاسلامية، خاصة انه صار في شرخ بالمجتمع الاسترالي بالوقت الحاضر، وصار في حملة كتير كبيرة على الجالية الاسلامية من بعض المتطرفين يعني اذا بنسميهم، وحتى وصلت لبعض النواب انه يطرحوا موضوع منع دخول المسلمين الى استراليا نتيجة لهذا الواقع اللي صار يعني، وخاصة الاحداث اللي صارت بميلبن يعني. فقلنا انه لازم ينعمل شيء، انه اوكي اللي يضل عم بيقوموا بهالحركات هيدي ما بيتعدى العدد تبعهم، خيفترض واحد منهم بالمية بالجالية، بس عم بيعطوا صورة زيئة جدا عن الجالية اللبنانية والاسلامية بشكل خاص باستراليا، انه ما عادش تنحمل يعني. فصار في داعي انه ينعمل شيء، انه هيدي الاكترية اللي صامتة لازم تطلع وتحكي بقى. فحكيت القاضي كمال الدين بهالموضوع هذا، طبعا حكي مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان كتير متحمس للموضوع انه ينعمل مؤتمر وينطرح هذا الموضوع. كمان حكي مع الرئيس سعد الحريري بهالموضوع هذا ذاته، وكان كتير مهتم بهذا الموضوع، وهو يتمنى شخصيا انه يشارك بهذا المؤتمر. عملنا لقاءات مع رجال دين اخرين يعني، عملت لقاء مع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، صار في لقاء مع طائفة الموحدين الدروز، صار مع الطائفة الاسلامية العلوية، مع المطران عصام درويش اللي هو كان باستراليا وكان بيترأس لجنة الحوار الاسلامي المسيحي يعني، هو كتير بيهتم بهالامور خاصة بامور استراليا، منفتح يعني منفتح جدا وبيهمه هذا الموضوع، فكتير رحب بهذه الفكرة. حكينا مع المطران السريان بلبنان، ومع طبعا وبعد في لقاء مع البطريرك الراعي. فكل اللي التقيت فيه يعني مع العديد من المشايخ ورجال الدين والكهنة، فكلهم رحبوا بهذا الموضوع وكلهم أبدوا عن استعدادهم للمساهمة بهذا المؤتمر. هذا المؤتمر أهميته أنه بده ينعقد بلبنان، بس هو موجه لأستراليا حتى تكون قراراته ملزمة يعني صادرة عن مرجعيات إسلامية ومسيحية موجودة بأستراليا، لتغيير هالصورة النمطية الموجودة عن الجالية اللبنانية بأستراليا. وين بدكم تعقدوا المؤتمر؟ لقيتوا محل؟ هلا المؤتمر في أكثر من، في اقتراحين يعني. الاقتراح الأول هو بمعرض طرابلس الدولي أو بجامعة البلماند، وكان في لنا لقاء معهم، خاصة أنه جامعة البلماند عندها مركز الدراسات الإسلامي المسيحي، مركز جدا متطور يعني بهالمجال هذا، وبيعقدوا مؤتمرات دائمة لحوار الأديان بلبنان وبالشرق يعني. فالمقترح على واحد منهم بده يتقرر أنه أما بالبلماند أو بمعرض طرابلس الدولي. وبالنسبة لتاريخه فكرتوا أمتى؟ تاريخه حيكون تقريبا بحزيران هيدي السنة يعني كم شهر بتفصلنا عن هذا الموضوع. بهالمجال هذا رح يتم تشكيل في لجنة تحضيرية، رح يتم تشكيلها يعني، وأنا هون عبر طبعا تلفزيون نور الشرق يعني، اللي عنده المام بهالمجال هذا واللي بيحب يشارك بهيك مؤتمرات في يتصل فينا يعني، وإذا عنده رغبة بهالمجال هيدا يعني لحتى يشارك بهالمؤتمر هيدا. والشغلة الثانية إنه كان في لألا السفير الإسترالي التقى مع المشايخ بطرابلس بدعوة من القاضي كمال الدين، وطرحنا له الفكرة يعني، وكان فعلا كتير مهتم بهذا الموضوع وأعلن عن دعمه الكامل لهالمجال هيدا. وطبعا هلا السفيرة الحالية اللي هي حتكمل بهذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة الإسترالية. مين المدعوين؟ المدعوين هني رح ألغ، حتكون في مجموعة كتير كبيرة. أول شيء طبعا رجال الدين الأساسيين بلبنان رح يكونوا كلن يعني من الصف الأول في لبنان رح يكونوا مدعوين على هذا المؤتمر. حتكون مدعوين من إستراليا، حيكون في حضور الأساسي من إستراليا رجال الدين بإستراليا، الجمعيات الإسلامية والمسيحية
والجمعيات العربية الموجودة باستراليا والتعامل مع الشبيبة هناك باستراليا بهالموضوع هذا، حيكونوا حاضرين. في عندك طبعا البوليس الاسترالي كثير مهتم بهالموضوع، رح يكون في له حضور، سياسيين استرال رح يشاركوا بهالمجال هذا، غرفة التجارة اللبنانية الاسترالية وغرفة التجارة العربية، وفي مجالس عربية ولبنانية كثير باستراليا رح يشاركوا بهالمجال هذا. كمان في السفارات العربية والاجنبية ولبنان، وخاصة في السفارة البريطانية كثير مهتمة بهالموضوع، لأنه هذا المؤتمر حيكون هو تجربة أولى بلبنان. يعني إذا نجح هذا المؤتمر على الصعيد الأسترالي، فممكن يصير تعميمه على الدول الأخرى اللي فيها مهاجرين لبنانيين، يعني مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وهذه الدول يعني. فأكيد أكيد في المجلس الفاس هو مجلس الخدمات العربية بأستراليا، وفي المجلس العربي بسيدني كمان نيو ساوث ويلز، وفي مجالس عديدة يعني اللي حتشارك بهالمؤتمر هذا ويكون لهم دور فيه، طبعا بالإضافة للإعلام، يعني الإعلام العربي الموجود بإستراليا والإسترالي، الإعلام العربي والإسترالي والإعلام اللبناني حيكون. كم يوم راح يكون؟ هلا هو يومين عمليا، البرنامج تبعه حيكون يومين، وحتتوجه دعوات لكل هدول الناس، بس نتفق على التاريخ بالضبط وعلى مكان انعقاد المؤتمر، راح يصير في توجيه دعوة لهدول الأشخاص، وطبعا حيصير في تنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية، لأنه هي لازم يكون لها دار بهالمجال هذا. شو بيتضمن المؤتمر؟ المؤتمر بيتضمن أول شيء تقرير عن الحالة اللي عايشتها الجالية اللبنانية بإستراليا، الشيء اللي انكتب بالإعلام الإسترالي حيكون في تقرير مفصل عن الحالة اللي وصلت للجالية اللبنانية بإستراليا. الشغلة الثالثة عن الإرهاب، يعني إنه كيف هذا الفكر الإرهابي كيف إجا وكيف نما وكيف وصل لهالحالة هذه، طبعا حيتطرقوا لها هذه، في رجال دين حيقدموا أوراق بهالمجال هذا من طوائف مختلفة، وأكيد بالنهاية إنه حيكون في مقترحات، يعني هذه المقترحات رح يتم تسجيلها وحيتم الموافقة عليها طبعا من الحضور، ونحن عم نحاول قد ما فينا إنه هذه المقترحات اللي بسموها ريكومنديشنز بالانجليزي، هاي المقترحات تكون ملزمه، يعني اي طبعا بقولوا ملزمه، كيف ملزمه يعني؟ انه ملزمه مثلا تنفترض انه يا اخي باستراليا رجال الدين اللي بينبعثوا من لبنان عبر دار الافتاء بده يكون يلتزموا بنهج معين، بخط معين، بخطاب ديني معين، انه هذا بده يلتزم فيه، بده يكون دار الافتاء يعني تلتزم بهالنهج هيدا، البرامج التعليميه مثلا باستراليا بالمدارس الاسلاميه يصير فيها التزام بالحوار، بملاقات الاخر، بالانفتاح على الاخر، فبده يكون في نوع من الالتزام لحتى نقدر نحقق شيء، لانه ما بدنا يكون عمليه صور وتلفزيونات والى اخره، بدنا يكون شيء على الارض لحتى يقدر يساعد الجاليه اللبنانيه باستراليا لتتاقلم اكثر، لتندمج اكثر بالمجتمع، لتغيير الصوره النمطيه عن الموجوده هناك، وهذا كمان حيكون في دار لوزاره السياحه بهالمؤتمر هذا، لانه تشجيع السياحة إلى لبنان مش من اللبنانية عم بيجوا بس تنشجع الإسترال، فبدي يكون في كمان إذا منلاقي طريقة كمان نشجعهم، هذه كمان بتساعد على تغيير النمطية الموجودة عن اللبنانيين الموجودين بإستراليا، يعني اللي بيجي من إستراليا على لبنان بيطلع على الحضارة اللبنانية، على الثقافة اللبنانية، بيعمل الزيارات، بيشوف لبنان وطبيعته وجماله إلى آخره، فبيغير بيغير بغير نظرته لللبنانيين بشكل عام يعني. فنحن تعرف لبنان بلد كتير مضياف، كتير حلو، طبيعته كتير حلوة، فلازم مشجعاً كمان يجوا لهون، هذه بتساعد كمان بتخفيف الحملة الموجودة بإستراليا على اللبنانيين. بفهم منك أنك عم تنسق مع الدولة الأسترالية بإقامة المؤتمر؟ إيه بالضبط، أنه هذا كله بعت التقرير لوزير الهجرة ولوزير التعددية الثقافية، في كمان لمفوضية التعددية الثقافية بفيكتوريا ومفوضية التعددية الثقافية بنيو ساوث ويلز، طبعا عم بيصير مع الشرطة الإسترالية عم بيصير طبعا اطلاعهم بكل التفاصيل اللي عم بتصير، وتنسيق دائم مع السفارة الإسترالية اللي هن عم بيكون رح يكون لهم دار أساسي بهالمجال هذا. عم تتعاون هون مع المسؤولين اللبنانيين و بالتحديد كمان مع الأجهزة اللبنانية الأمنية لتنسقوا بهالمؤتمر وبالدراسة اللي عم تعملها؟ بس بدي أذكر أنا هون شغلة كتير مهمة بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية
انه فعلا بينشكروا على الامن اللي عاملينه بلبنان. يعني انه الامن الموجود بلبنان يمكن ببلدان تاني كتير بالغرب مش موجود. يعني فعلا عم بيقوموا بجهد كتير كبير وكتير جبار، وهذا طبعا بينشكروا عليه. وفي تعاون دائم بين الاجهزه الامنيه اللبنانيه والاستراليه، يعني دائما في زيارات متبادله لاثنين لحتى ينسقوا بهالامور هيدي. يعني فهن كثير لهم دار كثير كبير، خاصه انه سهلوا له كثير من الامور اللي كنت عم بعملها بالبحث، يعني خاصه بجهاز المعلومات او بجهاز امن الدوله او بامن او المخابرات الجيش. يعني كل الاجهزه الامنيه عمليا كلهم كانوا كثير متفاهمين لهذا الموضوع وكثير عم بيساعدها. بالنسبة للسياسيين طبعا التقيت بعدد من السياسيين كمان كثير رحبوا بهذا المجال، وخاصة الرئيس نبيه بري، يعني انه كان في لقاء معه لمدة 10 دقائق، استمر 20 دقيقة يعني، وشرحت له شو اهداف المؤتمر وقال لي انا شو المطلوب مني، انا جاهز ادعمه الى اخره. ومثل ما قلت لك الرئيس سعد الحريري كثير رحب بالموضوع، والتقيت كمان بالنائب فادي سعد من القوات اللبنانية كمان كتير كان داعم، خاصة انه المؤتمر بده يصير بالشمال وكتير داعم لهالموضوع. بعد طبعا في وزارة الخارجية والى اخره، بس كل السياسيين ورجال الدين اللي التقيت فيهم كانوا كتير مهتمين بهالموضوع وكتير مساعدين. يعني بفهم منك انه قطعتوا المرحلة المهمة بالنسبة لإقامة المؤتمر. بالضبط بالضبط، يعني صرتوا بمراحله المتقدمة. ايه بالضبط، هلا كل الشغلات اللي بقيت هي الشغلات اللوجستية، يعني عملية المكان والزمان والشغلات العملية اللي صارت. يعني بقى هذا ما بده بقى شغل كتير، يعني لأنه عمليا الأمور كلها صارت موجودة، المقترحات موجودة، بس بدها عملية الدعوة والمكان والزمان والآخري تتحدد وتنبعث الدعوات. يعني طبعا بهالمجال هذا أستاذ نبيل حضرتك كمان لك دور كبير بهالمجال هذا، خاصة من خلال القناة اللي انت موجود فيها، من خلال طبعا استشارتك الدائمه بهالمجال هذا حول موضوع المؤتمر. يعني فطبعا حيكون مؤتمر ناجح بدعمكم يخليك، ونحن حاضرين لاي شيء انه نساهم، خاصه انه بيجمع كل الاديان. يعني بالضبط هو حوار حضارات. بالضبط، يعني ما هو بدي اقول لك انه هذا شيء كثير مهم انه بالنسبه للبنان، لانه بدي اقول لك شغله انه اكثر من مره حضرت مؤتمرات عملوها هون، مش مؤتمرات يعني اجتماعات لرجال الدين مسلمين ومسيحيين، ويكون في اعداد كبيره، يعني بيقعدوا داخل الاجتماع بتلاقي حديث منمق وحلو الى اخره، بتحس انه الدنيا بالف خير، بس فجاه يعني بتطلع حادثه صغيره ولا كانه ما في شيء. يعني معناتها انه هذا الخطاب السياسي اللي عم يحكوه بين بعضهم بالداخل للاسف ما عم بيطلع لبرا. فهذا نحن بدنا نصر عليه بالمؤتمر، انه الحديث اللي بنحكى بين بعض لازم يوصلوه لبرا، انه هذا لازم نوصل ينحكى بالجامع، ينحكى بالكنيسة، ينحكى برا، يوصل لكل الناس لتعزيز هذا الحوار. لأنه بلد لبنان تعرف بلد متنوع وبلد فيه ديانات مختلفة وإلى آخره، فما بيمشي إلا بالحوار. فلازم الرجل الدين يكون خطابه منسق، يعني يكون خطابه هادف لإيصال رسالة المحبة، رسالة تآخي بين المجتمع اللبناني لكل أبناء المجتمع اللبناني. بدنا نتخلى شوي عن ذاتيتنا ونبني مجتمع، نبني مجتمع حتى الكل يقدر يعيشوا فيه، بلد جميل جدا يعني. بس اذا مستمر بهالحالة اللي عايشينها نحن اليوم للاسف انه شيء مخيف، يعني انه اي حادثة صغيرة بتلاقي البلد ولع كله سوا يعني وانقصم. فمعناتها انه هذا الاجتماعات اللي عم بتصير الداخلية بين رجال الدين مش عم تعطي نتيجة. فهذه مفروض تطلع ويصير في رجال الدين له تأثير على السياسيين، لانه احيانا السياسيين بيستخدموا رجال الدين بخطابهم السياسي، وهذا شيء غلط يعني بلبنان. انه مفروض شوي رجال الدين يكون رسالتهم تختلف شوي عن السياسيين. اذا السياسيين مختلفين رجال الدين لازم يقربوا الناس من بعض ويجمعوهم مع بعض، وهذا بعتقد رسالة هو تيري لمير الموجود هون اللي دائما بيجمع الناس وبيجيب الاشخاص اللي بيهم هالامور هذه، انه تصير في رسالة محبة لكل اللبنانيين أنا ما وجدوا. يعني نحن بنعرف دكتور مايكل أنه لك سنة ونص بلبنان عم بتقوم ببحث، بنتمنى أنه الله يوفقك وتحقق كل أهدافك لمصلحة لبنان وأستراليا من خلال البحث اللي عم تقوم فيه. وبنعرف كمان أنه عم تبذل جهود جبارة لإقامة هالمؤتمر، هو كمان عمل جبار هيدا. نحن بنرحب فيك وبنقول لك يعطيك العافية
وبنتمنى لك النجاح. في شي كلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين؟ شكرا. قبل توجهك إلى أستراليا، يعني عرفنا بعد فترة قصيرة راجع مسافر. صحيح. أول شيء بدي أشكرك طبعا على المقابلة هذه، لأنه فعلا هذا الصوت كتير مهم بالنسبة لنا أنه نوصل شو عم نعمل، يعني شو اللي عم بنقوم فيه. شغلة تانية مثل ما ذكرت أنه إذا في ناس بهم من هالأمور هذه بتحب تشارك، يعني فنحن كمان مستعدين نعطيهم دار ويشاركوا بالمؤتمر، لأنه هذا مؤتمر حيكون لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين. يعني طبعا في جمعيات بإستراليا كتير بتحب تشارك بهالمجال هذا، خاصة في نوادي مثل نادي شباب لبنان اللي نحن كتير تجمعنا فيه علاقة كتير كويسة، كمان انه اكيد رح يكون إلن دار والجامعة اللبنانية والجمعيات التانية. فكل يعني اللي بيحبوا يشاركوا بهالمؤتمر هذا اكيد رح ينبعت لهم دعوات كلهم، بس فين هني كمان يبادروا ويتصلوا فينا اذا بيحبوا يكون إلن دار بهالمجال هذا، وكمان كاشخاص موجودين بلبنان عندهم رغبة بهالمؤتمر هذا وبيحبوا يكونوا باللجنة كمان ويساهموا فيها ويدعموا إلى آخره، فكمان الباب مفتوح لألهم. وبنشكرهم وبنشكرك لألك طبعا على نحن بدورنا نشكرك كمان دكتور مايكل. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، نحن بنشكركم على متابعتكم. يعاد بس الحلقة بكرة الساعة 4، وأنا إذا الله راد بلتقى فيكم الأسبوع المقبل، وحلقتنا رح تكون عن وحدة الكنائس المسيحية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.